اسمحوا لنا ان احنا بنعتذر عن الالوان اللي احنا لابسينها، لان حقيقي الموقف ما يستاهلش ان احنا نلبس الالوان، بس احنا كنا للاسف في الطريق بعد ما ابتدينا يجينا اخبار عن زلزال المغرب، فاحنا بنعتذر مره تانية. كان من اللائق هو لبس ملابس الحداد، فالاعتذار مننا احنا الاثنين، انا وسهير، وهسيب سهير كمان تقدم الاعتذار. يا رب الرحمة لكل الناس اللي رحلت، وبنرحب بيكم وبنعتذر مرة تانية. احنا بنبقى هنا من بدري جدا جدا قبل ما للأسف بنبقى عرفنا كل الأخبار، فما كانش معانا اللبس اللي المفروض نلبسه، فبنعتذر عن الألوان، وبنقدم التعازي أولا لزميلنا تامر أمين في وفاة والدته الصحفية الكبيرة عفاف يحيى، خالص العزاء وألف رحمة ونور لروحها. ألف رحمة ونور على والدتك يا تامر، البقاء لله، لكن احنا عارفين ان انتوا يعني مؤمنين، وما فيش كلام يتقال يقدر ان هو يخلي الواحد يهدى او ما يحزنش على وفاة الام، بالذات الام، فاحنا مقدرين جدا والبقاء لله مرة تانية تامر. نقدم كمان لعلاء بسوني وعلاء، طبعا تامر وعلاء، ولصديقتي امل مسعود البقاء لله، ولكل الناس اللي بتحبها، ولكل العائلة خالص التعازي.